صباح الخير عليكم. الشهر اللي فات زرت معرض ماك تك وصورت لكم فيديوهين هناك، سواء للمعدات الكبيرة أو المعدات والأدوات الكهربائية أو الأدوات اليدوية. هسيب لكم رابط للفيديوهين اللي أنا صورتهم. كان المعرض في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر في القاهرة في ديسمبر 2023. هسيب لكم الرابط بتاع الفيديوهين فوق على يمين الشاشة. لما دخلت الجزء بتاع شركة توتال شفت منشار أول مرة أشوف، منشار مايتر سول اللي هو الديسك وتيبل سول 2 في 1. اللي قام بعرض منتجات توتال في المعرض ده كان شركة الدراهلي. شركة الدراهلي من الشركات الكبيرة ومن أكبر مستوردي توتال، وكمان نوع تاني اللي هو الأخ الرابع أو الأخت الرابعة لتوتال وإنك وإم توب، هي شركة واتفو. لما اتكلمت مع صاحب التوكيل ده او صاحب الشركه قلت له انا مهتم ان انا اعمل مراجعه للمنشار ده لان اول مره اشوفه. طبعا في شركات تانية كتير نزلته قبل كده لكن توتال اول مره تنزله. والموضوع خلص على كده. فوجئت من حوالي من 4 ايام شركه الدراهلي بتكلمني بتقول لي عنوانك ايه علشان نبعت لك المنشار تعمل له مراجعه، وبعتوا المنشار فعلا. عايز اقول لكم على حاجه، انه في مفاجاه، في معلومة وفي مفاجأة خلال الفيديو هتعرفوها خاصة بالمنشار ده وخاصة بشركة الدراهلي بتقدمها للمشاركين في القناة فقط. تابعوا الفيديو لغاية الآخر وهتعرفوا إيه هي المعلومة وإيه هي المفاجأة. يلا بينا نعمل أنبوكسنج للمنشار ده ونركبه ونشوف مواصفاته إيه ونستخدمه ونقول ما له وما عليه إذا كان له أو عليه. يلا بينا. ادي الكرتونه اللي جات لي، اقول لكم ابعدها متر في عرض 65 في ارتفاع 46. يلا بينا نفتحها وهنقرا لكم المواصفات دي من على المعده نفسها. هنفتح نشوف المكونات الاول. طلعنا المنشار من الكرتونة، ده المنشار، ده المايتر سو تحت وده التيبل سو فوق، ومعاه الاكسسوار ده، دول الاكستنشن هنركبهم مع بعض عشان تطول المجال بتاع قطع الخشب الطولي. ده هنا للداست كولكشن لما نيجي نشتغل على التيبل سو، ده البوشنج ستيك، ده هنا المسطرة أو الفنس بتاع التيبل سو، ده هنا هو بيركب برضه للداست كولكشن للحماية فوق على التيبل سو. بيجي الماسك ده اللي بيتركب هنا علشان تمسك بيه الخشب الطولي اللي انت بتقطعه، وبيجي معاه مفاتيح الان كي، وبيجي معاه مفتاح تغيير الاسطوانه. تعالوا نشوف المواصفات بتاعت الجهاز وهنشوف طريقه تشغيله والنتيجه بتاعه القطع بتاعته سواء التيبل سو أو المايتر سو. الموديل بتاعه تي ام اس 431-83051، رقم طويل قوي. الوزن بتاعه زي ما هو مكتوب في الكتالوج، هسيب لكم صورة على جنب، 28 كيلو. تغذية الكهرباء بتاعته من 220 ل 240 فولت، التردد من 50 ل 60 هرتز، يعني يشتغل في دول كتير. القوة بتاعته أو الباور 1800 وات، بيعمل 3600 لفة في الدقيقة. مقاس الصينية دي أو السلاح بتاعه، القطر الداخلي ده 30 ملي يعني 3 سنتي، والقطر الخارجي ده 30 سنتي ونص. المساحة بتاعت الطبلية بتاعت منشار الطاولة 31 سنتي عرض في 48 سنتي طول. المنشار بيتحرك لغاية زاوية 45، بيميل 45 و90 وما بينهما بالنسبة للديسك. وهنا هو بالنسبة للقاعدة بتاعته بتروح يمين 45 درجة وبتروح شمال لغاية 60 درجة. والعرض الإجمالي اللي تقدر تقطعه مجال القطع بتاع الديسك ده هو حوالي 19 أو 18 سنتي ونص، يعني حوالي 19 سنتي، وده يعني رينج كبير جدا ومعقول. طريقة تغيير الزاوية
بتاعت المنشار الديسك او المايتر سو سهله جدا. بتفك المقبض ده وتبتدي تلف يمين لغايه 60 درجه زي ما قلنا، وشمال لغايه 45 درجه. بعد لما تاخد الدرجه اللي انت عايزها بتقف عليها وتربط المقبض ده تاني. طبعا المنشار فيه اربع خروم في القعده علشان تثبت منه المنشار على الترابيزه بتاعتك. ابتدينا تركيب المكونات اللي جايه مع المنشار، من ضمنها السندات بتاعه القطع الطولي للمايتر سو او لمنشار الديسك، واللي بتظبط لك طول الخشب يمين وشمال. وركبنا كمان الماسك بتاع الخشب بيركب يمين او شمال. التدريج بتاع المتر من على الفنس الخلفي لغايه 24 سنتي. منشار الديسك زي ما بيروح يمين وشمال درجات متعددة، يمين 60 درجة وشمال 45 درجة، برضو بيميل كله لغاية زاوية 45 أو زاوية 90، وطبعا في مؤشر خلفي زي ما احنا شفنا. تغيير الزاوية سهل جدا من خلال المقبض ده وزنبة التثبيت. في حالة استخدام منشار الديسك في مخرج للغبار بتوصل المكنسة بتاعتك من هنا. السحاب ليه مسمار تثبيت برضه لو عايز تثبته، لما تقفل كده ما بيتحركش، لما تفتحه بيتحرك المجال كله اللي انت عايزه. لو عايز تشتغل على منشار الطاولة هتجيب القطعة دي بتاعت شفط الغبار الخاصة بمنشار الطاولة، هتركبها هنا وهتوصل مكنستك ورا، هتدوس على زرار الأمان ده وترفع الزنبة دي لفوق كده وتنزل وتقفل الزومبا كده. انت جاهز للتشغيل منشار الطاولة. طبعا مهم جدا انكم تستخدموا الحماية دي، بس انا مش هركبها طبعا. طيب عايزين نعرف السلاح هيترفع ازاي. بمنتهى البساطة هتفك الدراع ده في اتجاه الفتح وتلف البكرة دي علشان ترفع السلاح، وبعد لما ترفعه تقفل البكرة تاني في اتجاه القفل وتبتدي تشتغل. هنركب الفنس ونشوف مدى جاهزيته للشغل. اهو هنربط، هو بيظبط نفسه بنفسه. عايزين نتاكد، هنقربه قوي من السلاح ونقفل ونشوف ايه اللي هيحصل. زي الفل، قفل على السلاح تماما، مفيش فيه اي مشكله. تعالوا بقى نجرب المنشار، بس قبل ما نجربه لازم نقول حاجه مهمه. علشان ترجع تشتغل بمنشار الديسك لازم تنزل السلاح ده الاول. هنعمل ايه؟ هنفتح المقبض اللي احنا قلنا عليه بتاع الامان، وهنلف الصينيه لغايه لما تنزل خالص كده، وهنقفل اتجاه القفل اهو، وبعد كده هندوس زرار الامان هنا ونرفع الزومبا دي ونبتدي نشتغل. المنشار ده يا جماعه سعره في مؤسسة أو شركة الدراهلي 13871 جنيه. هسيب لكم صورة للسعر على جنب، والسعر ده من ديسمبر لغاية دلوقتي، ولكن خلال الفيديو هقول لكم على مفاجأة. طبعا المنشار ده يعتبر منشارين في بعض. هسيب لكم سعر المايتر سول لوحده على جنب في صورة، وسعر التيبل سول لوحده، وانتوا هتعرفوا قد ايه ان سعر المنشار ده بعد اللي شركة الدراهلي هتعمله للمشتركين في القناة قد ايه هو مناسب جدا وموفر جدا. المنشار ده يا جماعة فيه حاجة حلوة قوي، فيه هنا زرار بتاع الليزر علشان تظبط الليزر على الخط العلام بتاعك. تعالوا بقى نجرب المنشار ونسمع صوته كمايتر سوف في زاوية قايمة وفي 45 درجة. طبعا انا جبت خشبه هنا وعلمت، هنحطها نشغل الليزر، هنظبط الخط على الليزر بالظبط ونبتدي نشغل. عايز اقول لكم على حاجه، انك لما بعد لما بتشغل الباور لازم تدوس على زرار الامان ده علشان المنشار ينزل معاك لتحت. يلا بينا. النتيجة مش محتاجة كلام. تعالوا نشوف زاوية 45. نعلم صح كده وهنحطه هنا اهو.
هنظبط على الليزر بالظبط، هنشغل. تعالوا نشوف نتيجة القطع عاملة ايه. زي الفل. تعالوا بقى نجرب منشار الطاولة. جهزنا منشار الطاولة، وكنت عايز اقول لكم على معلومة ما قلتهاش، ان اقصى ارتفاع للسلاح وهو في حالة منشار الطاولة هو 6 سم و2 ملي، على الرغم انه مكتوب هنا 58 ملي بس. anyway، على كل الاحوال يلا بينا نبتدي نشغل منشار الطاولة. انا ظبطه على 6، هقرب لكم الكاميرا. 6 سنتي، وهنقيس بعد لما نخلص الاخبار. يلا بينا نبتدي وما نضيعش اي وقت. الخصم اللي هيديهولكو شركة الدهرهلي للمنشار ده 20%، علشان يبقى سعره زي ما انتوا شايفين على الشاشة للمشتركين في القناة فقط. ايه الدليل انك مشترك في القناة؟ هقول لكم في اخر الفيديو. يلا بينا. تعالوا نقيس الخشبة اللي احنا قطعناها. هنعمل كده ونظبط الكوستيلا ونشوف. اهو 6 سنتي بالملي، تمام. تعالوا بقى نتكلم كلمتين مفيدين في الاخر. المنشار ده هينفع مين؟ هينفع الهواة وهينفع المحترفين. الهواة تحديدا، بدل ما يكون عندك معدة واثنين وثلاثة والمكان عندك صغير، انت بتشتغل في شقتك او في اي حتة صغيرة، فده هيوفر لك مساحة. نقفل الليزر. كمان المحترفين انت هتقدر تعمل عليه حاجات كتير جدا. موضوع السحاب ده بيخلي الشغل ما يشرشرش كتير، عشان انت بتسحب عليه الخشب سحب، فما بيعملش شرشر. سعره مناسب، سعره مناسب قبل الخصم، لكن بعد الخصم سعره بقى هايل. ايه الاثبات انك مشترك في القناة؟ سيادتك هتبعت على رقم الواتس اب اللي هسيبه لكم في صندوق وصف الفيديو صورة سكرين شوت من الحساب بتاعك على اليوتيوب، وانت موجود جوه القناة بتاعت نجارة.com، وعلامة سبسكرايبد او مشترك متعلم عليها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان تكون المراجعة افادتكم، واتمنى ان الخصم اللي عملته شركة الدهرهلي يكون كويس. طبعا انا هغلف المنشار وارجعه تاني. انا عندي المعدات بتاعتي الحمد لله. انا عملت المراجعة دي خدمة ليكم، لان دي اول مراجعة في مصر لهذا المنشار. شكرا ليكم. لو عندكم اي تساؤلات اكتبوها لي في التعليقات وانا هرد عليها. شكرا ليكم مرة تانية. كنت معاكم احمد رفعت، قناة نجارة.com.